خلال اتصال هاتفي، الرئيس السيسي يعرب عن اعتزازه بما تشهده العلاقات مع الأردن من تطور مستمر، والملك عبد الله يشيد بالتنسيق المتواصل مع الرئيس السيسي. رئيس الوزراء يفتتح المركز الرقمي بمصنع المحركات في حلوان، ويؤكد حرص الدولة على توفير كل ما يلزم لتوطين التصنيع المحلي. التونسيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية ويقتربون من آخر محطات خارطة الطريق. 3 عصراً بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من تطور مستمر وتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وخلال اتصال هاتفي أجراه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، شدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، ما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. من جانبها أشاد العاهل الأردني بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن وبالتنسيق الدائم مع الرئيس السيسي، مؤكدا تطلعه للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة. هذا وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال يأتي في إطار التشاور المنتظم بين السيد الرئيس وشقيقه ملك الأردن، حيث تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عاد إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية بالعاصمة الأمريكية واشنطن. هذا وقد شهدت زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن عقد العديد من اللقاءات مع كبار السياسيين وصناع القرار ومجتمع رجال الأعمال الأمريكية. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس شدد خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي. وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة السيد الرئيس تضمنت عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، واستقبله وزير الدفاع الأمريكي السيد لويد أوستن بمقر البنتاغون في واشنطن. كما التقى السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، والتقى مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، وكذا أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكذلك عدد من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية. كما التقى السيد الرئيس رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنيفي والسناتور لينسي جراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي. كما عقد السيد الرئيس لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
والسيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، وكذا السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين. وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الأمريكية واشنطن، وكان في وداع سيادته كبار رجال الدولة الأمريكيين وأعضاء السفارة المصرية عائداً بسلامة الله إلى أرض الوطن. وفي ختام زيارته للولايات المتحدة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال استقباله مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في مقر إقامته بواشنطن، أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة العمل على تنمية أواصر التعاون بين البلدين الصديقين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية تطوير التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب سوليفان عن ترحيبه بزيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن، مثمنا دور مصر في تدعيم الأمن والاستقرار بمحيطها الإقليمي، ومؤكدا الحرص المتبادل للولايات المتحدة على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين في المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، خاصة على صعيد التعاون الأمني والعسكري. شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، واستمع لشرح بشأن معدات المصنع وما يتم إنتاجه في مجال تنقية المياه ومحطات المياه وقطاع الطائرات. أوضح مدبولي أن المركز يهدف لتعميق التصنيع المحلي ويحتوي على أحدث الماكينات، ومنها موضوع مضخات وطلمبات المياه التي تستخدم في مشروعات الصرف الصحي. من جانبه أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف إن مركز التصنيع الرقمي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات، موضحا أنه تم الإنتاج التجريبي للطلمبات والتي تستخدم في المشروعات القومية، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. We'll be right back.
وعقب افتتاحه تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المعرض المقام بمركز التصنيع الرقمي في مصنع محركات الهيئة العربية للتصنيع. تضمن المعرض مجموعة من منتجات مصنع المحركات مثل أجزاء من محركات الطائرات والضغط والتوربينة منخفض السرعة ومروحة الضغط المنخفض وإصلاح محركات الطائرات المختلفة وأنظمة الفرامل الهوائية وأنظمة تثبيت القضبان وأجهزة التصادم والجر لمجال السكك الحديدية. وفي مجال محطات المياه ضم المعرض التكنولوجيا محطة تنقية مياه الشرب ومعالجتها. وفي تصريحات تلفزيونية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن افتتاح مركز التصنيع الرقمي بالهيئة العربية للتصنيع يهدف إلى تعميق التصنيع المحلي ويحتوي على أحدث الماكينات. أوضح مدبولي أن المركز يعمل على تصنيع مضخات وطلمبات المياه التي تستخدم في مشروعات الصرف الصحي. افتتاح هذا المركز شديد الأهمية لتعميق وتوطين الصناعة المحلية، وهو الهدف اللي يعني وجه بيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وكل أجهزة الدولة إن إحنا نشتغل عليه. اللي إحنا النهاردة موجودين فيه هذا المكان عشان نعرف بس أهميته، إن هذا الصرح الجديد هو يحتوي على أحدث وأعقد الماكينات اللي وصلت إليها التكنولوجيا العالمية في تصنيع كل مكونات حاجات كتيرة قوي، ومنها وهو الأهم بالنسبة لنا احنا يعني بحكم العمل الكبير اللي مصر بتعمله، موضوع مضخات وطرمبات المياه اللي بتستخدم في محطات تنقية المية، محطات الصرف الصحي، محطات الصرف الصناعي. وده طبعا يعني في إطار طبعا المشروع القرن، مبادرة حياة كريمة. احنا النهاردة يعني احتياجاتنا من الطرمبات يعني أرقام هائلة سنويا، يعني إحنا بنحتاج على الأقل، مش عايز أقول الرقم، ولكن من 2500 إلى 3000 طلمبة سنويا. الطلمبات دي كلها كنا بنستوردها قبل كده، وحضركم تتخيلوا العبء الدولاري اللي ممكن يبقى علينا. عشان كده يمكن كان توجيه فخامة الرئيس إن إحنا داخلين في هذا البرنامج العملاق اللي هيستمر بعض الوقت، والأهم إن بعد ما بنخلصه هيبقى هناك دائما حاجة لأعمال صيانة وتغيير قطع غيار وتجديد وإحلال للطلمبات، فمش هينفع أن احنا نفضل نعتمد على المكون الأجنبي. كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم اعتماد 8 رخص ذهبية، وسيتم بصورة أسبوعية العرض على مجلس الوزراء لدعم الصناعة المصرية. وأضاف مدبولي أن الأزمة العالمية كشفت ضرورة الاعتماد شبه الكامل على الصناعة المحلية. كل ده بيأتي في إطار النهاردة يعني تصارع خطى الدولة لتشجيع ودعم الصناعة. يمكن كان في اجتماع يعني من ايام قليله جدا مع معالي وزير الصناعه، وهو بيعرض عليا ملامح استراتيجيه تنميه الصناعه المصريه، وطبعا مضاعفه الصادرات المصريه في قطاع الصناعه على الاخص، وبنتكلم على حجم كبير جدا من العمل والخطوات اللي الدوله المصريه النهارده بتعملها. احنا فعلنا موضوع الرخصه الذهبيه، ومنذ يعني الاسبوع ده اعتمدنا اول يعني كنا اعتمدنا قبل كده رخصه واحده، لكن مره واحده اعتمدنا في الاجتماع السابق 8 رخص، وهيبقى تقريبا بصوره اسبوعيه في عرض على مجلس الوزراء للاسراع باصدار التراخيص اللي هي والمشاريع اللي تتمتع بمنظومه الرخصه الذهبيه. وكل ده هدفه هو دعم الصناعه المصريه والاسراع بتوطين وتعميق الصناعه المصريه في خلال المرحله القادمه، لان الازمه العالميه اللي موجوده النهارده بتعلمنا ان احنا ضروري جدا، يعني حتى مع ان شاء الله هذه الازمه هتنتهي سواء طالت او قصرت، ان احنا لازم يكون هناك اعتماد شبه كامل ذاتيا على تصنيع وصيانه وتجديد المعدات بتاعتنا، علشان نقدر ان احنا نواكب عمليه التنميه المتسارعه اللي بتتحرك فيها مصر ان شاء الله. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا اللواء مهندس جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات. سيادة اللواء، بعد تحية، توجه مخلص تمضي به الدولة المصرية لتعميق توطين التصنيع المحلي، برأيك يعني ما أهمية هذا التوجه في هذا التوقيت تحديدا، بالتوازي مع حرصها أيضا على استخدام أحدث التقنيات المتعلقة بالتحول الرقمي في هذا الصدد؟ أنا برحب بحضرتك أستاذ إرهام وبمشاهدين التلفزيون المصري الكرام،
وبقول لحضرتك النهارده شرفنا بزياره السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والساده الضيوف افتتاح المركز الرقمي لمصنع المحركات، وان شاء الله هو ده الاول ولكن مش الاخير. احنا مستمرين ان شاء الله وحاطين خطه عشريه 2020 ل 2030 لتحويل مصنع المحركات يكون بالكامل مصنع مرقما. احنا النهارده فندم بنفتتح المصنع رقم واحد في مصر، مركز تصنيع رقمي متكامل هيدخلنا عصر جديد في منتجات ما صنعناش في مصر قبل كده. حضرتك احنا بنتكلم النهارده في مجال الطرمبات، احنا نجحنا النهارده في تصنيع طرمبه الرفع الراسيه بتصرفات من 80 لتر ثانيه حتى 450 لتر ثانيه ورافع حتى 60 متر. احنا فندم النهارده ان شاء الله عندنا منتج جديد هنعلن عنه بعد شهر، هتكون الطرمبه المنشطره او السبليت كيس، وهتكون بتصرفات من 200 لتر ثانيه حتى 1000 لتر ثانيه ورافع حتى 90 متر. بعد كده هنخش في الطرمبه الغطسه، يعني باذن الله في خلال شهور او سنوات قليله جدا هنستغنى عن المنتج الخارجي من الطرمبات نهائي. كمان يا فندم المكن ده بيدخلنا عصر صناعه اجزاء من الطائرات وهلاك الطائرات. عندنا فن النهارده شركات عالميه، مثال شركه داسو الفرنسيه، ودي من كبرى شركات العالم في صناعه الطائرات العسكريه والمدنيه. النهارده احنا بنعمل بروتوكول تعاون معاها ان احنا نعمل لها ماشيننج لبعض اجزاء الطائرات سواء المدنيه او العسكريه. فداخلين يا فندم المكن الجديد ده عصر جديد في مصر ان شاء الله، ونتمنى ان تكون كل المصانع المصريه بهذا المستوى ونسبق كلنا مع بعض ونخش الثوره الصناعيه الرابعه والخامسه ان شاء الله ونواكب التطور العالمي في التصنيع يا فندم. من ابرز الخطوات سياده اللواء التي اتخذتها الدوله لدعم التصنيع المحلي الرخصه الذهبيه، برايك ما هو انعكاس هذه الخطوه تحديدا على جذب المزيد من المستثمرين نحو اقامه المشروعات الصناعيه؟ طبعا يا فندم ده بيوفر لنا بيتيح لنا ان كل الشركات المحليه والشركات العالميه بتيجي تعمل معانا شراكه النهارده يا فندم. احنا كمان باذن الله هنخش الفتره القريبه، عندنا ما بنصنعش في مصر الممبرين اللي هو بتاع المحطات التنقيه او التحليه. ان شاء الله يا فندم في شهور عديده في شهور بسيطه قريبه ان شاء الله داخلين مع تحالفات مع شركات اجنبيه ان احنا نصنعها بحيث ان احنا نوصل بالمكون المصري لمحطات المياه ما يزيد عن 90% ان شاء الله يا فندم. إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر اللواء مهندس جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، كنت معنا هاتفيا على شاشة التلفزيون المصري، جزيل الشكر. أعلنت مصر موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية ممثلة في الحكومة والبنك المركزي المصري بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات، والذي سيتم دعمه من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد لمصر. وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن الاتفاق سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك من خلال أسواق المال العالمية، كما يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال صندوق المرونة والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي. هذا وتمثل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية للبرنامج، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة. كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على إقراض مصر 3 مليارات دولار في ترتيب مدته 46 شهرا في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
بحسب بيان للصندوق فإنه سيقدم لمصر 347 مليون دولار بصورة فورية لمساعدتها على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية. ومن المتوقع أن يحفز هذا البرنامج تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين. قرار صندوق النقد الدولي يأتي في إطار سلسلة من إشادات العديد من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري وثقتها في تحقيقه لأعلى معدلات النمو رغم التحديات العالمية. العديد من المؤسسات المالية أكدت أن الاقتصاد المصري هو الأنسب والقادر على تحقيق معدلات النمو في ظل الأزمة العالمية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بالعديد من دول العالم. الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري شهادة تتجدد بشكل دوري، فكافة المؤسسات الدولية تجد في الاقتصاد المصري هو الأنسب والقادر على تحقيق معدلات النمو في ظل الأزمة العالمية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بالعديد من دول العالم. فقد نجحت الدولة في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد مرن قادر على تلقي الصدمات، وهو الهدف الأساسي الذي تحقق من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وإطلاق العديد من الحوافز الاستثمارية ومشروعات قومية كبرى تجعل مصر واقفة على أسس صلبة. تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة أكد أن مصر تمكنت من التقدم في مؤشر التنمية البشرية على بعض الدول ذات الدخل المتوسط، فضلاً عن انخفاض معدلات البطالة وتعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تحقيق الدولة نتائج جيدة في ضوء صعوبات وتحديات، وذلك انطلاقاً من مبدأ الحق في التنمية. أما وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت في تصريحات سابقة لها على صلابة ومتانة الاقتصاد المصري أمام الأزمات، ما جعلت منه نموذجا تنمويا يحتذى به خاصة في ظل التوترات التي تشهدها بعض دول المنطقة وهروب الاستثمارات منها إلى مصر لقدرة اقتصادها على مواجهة وامتصاص الأزمات، بجانب جهود الدولة على إزالة العقبات والقيود التي كانت تعرقل جهود جذب الاستثمارات الأجنبية. وتزداد توقعات المؤسسات المصرفية الدولية بتحسن الاقتصاد المصري بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، بجانب الانتعاش النسبي في قطاع السياحة وبدء تعافيه من تداعيات وباء كورونا. وتسهم إشادة كبرى المؤسسات العالمية بالاقتصاد المصري في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق استثمارية عابرة للحدود، وتمثل شهادة نجاح جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما يؤكد أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح دون أدنى تشكيك. إذن رغم ما شهده العالم من تحديات طالت أعتى الأنظمة الاقتصادية، نجح الاقتصاد المصري في الصمود أمام تلك التحديات بصلابة ومرونة أشادت بها المؤسسات الدولية والإقليمية. في هذا الإطار استعرض مجلس الوزراء جهود دعم الاقتصاد المصري وما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية، وذلك ردا على بعض الإدعاءات التي تشكك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري وأدائه. We'll be right back.
وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 662 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 655 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. وقد تمكنت أجهزة الوزارة أيضا من ضبط قرابة 128 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، كما تم ضبط أكثر من 455 طنا في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض، إلى جانب ضبط أكثر من 52 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. يأتي ذلك فيما تم ضبط 20 طنا من الأسمنت، وذلك في مجال البيع بأزيد من الأسعار لمواد البناء، فضلا عن ضبط 951 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و196 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن قيامه على مدار شهر ديسمبر وبشكل يومي بتنفيذ العديد من الفعاليات المكثفة والمتنوعة تحت شعار قطار الخير لصالح أهالي محافظات صعيد مصر. وفي بيان له أشار التحالف إلى أن فعاليات قطار الخير لأهالي الصعيد بدأت من خلال إطلاق قافلتين موسعتين بمحافظة قنا، تم خلالهما تقديم مختلف الخدمات الطبية والتنموية والتوعوية والترفيهية لأكثر من 20,000 مواطن، فضلا عن إعادة إعمار 30 منزلا في قرية الفارسية بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، حيث يأتي تلك الجهود تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بصعيد مصر. نتحول إلى آخر تطورات الملف التونسي، حيث دعا الرئيس التونسي قيس سعيد أبناء الشعب التونسي إلى عدم تفويت فرصة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد. في كلمة له أكد سعيد أن المشاركة في الانتخابات ستسهم في صنع تاريخ جديد لتونس واستعادة شعبها لحقوقه المشروعة في العدل والحرية. يا أبناء شعبنا العظيم في تونس وفي كل مكان من العالم، فلا تفوتوها واحتكموا إلى ضمائركم وحدها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل وفي الحرية، وأسقطوا الأقناع عن وجوه التي لبسوها أنتم وحدكم باختياركم الحر وبوعيكم بكل التحديات، قادرون على المضي قدما لنضع معا تاريخا جديدا، لنصنع اليد في اليد تاريخا جديدا لبلادنا. هذا ويواصل الناخبون التونسيون عمليات التصويت داخل مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب الشعب والذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد. يتنافس 1058 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب التونسي. كانت مراكز ومكاتب الاقتراع قد بدأت استقبال الناخبين منذ الصباح الباكر بمختلف الدوائر بالولايات التونسية، حيث خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11485 مكتبا و 4692 مركزا للاقتراع داخل تونس وخارجها. إلى
إذن تشهد تونس انتخابات تشريعية جديدة بنظام جديد، وذلك بهدف إتمام خارطة الطريق التصحيحية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو 2021. يأمل التونسيون في أن يمثل تطبيق النظام الانتخابي الجديد نهاية لسنوات من الفساد السياسي والمالي، وبما يمهد أيضا لتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية في البلاد. بينما يتوجه التونسيون إلى مكاتب الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب في سياق التحولات السياسية التي تعرفها البلاد منذ 25 يوليو 2021، تجاوز عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات التونسية 9 ملايين ناخب، وذلك للمرة الأولى بحسب الهيئة العليا التونسية للانتخابات. الانتخابات التشريعية التونسية في حلتها الجديدة تختلف عن أي انتخابات سابقة شهدتها البلاد من حيث التحديات السياسية والاقتصادية، إذ يقترع التونسيون لاختيار برلمان جديد ليكون بديلاً عن برلمان لا يمارس أي نشاط منذ نحو 1.5 سنة، وذلك بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تعليق أعماله في أواخر يوليو عام 2021 في إطار اتجاه إصلاحي للسياسة العامة في البلاد. كذلك فإن هذه الانتخابات تأتي وسط آمال من التونسيين بأن تنهي عقداً من الفساد السياسي والمالي والفوضى الأمنية، حيث تأتي كآخر مرحلة من خارطة الطريق التصحيحية التي أعلنها الرئيس التونسي. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم والتي تطغى على المشهد العام في تونس أيضا، أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي عند 9.8% في نوفمبر، وهو الأعلى منذ أكثر من 3 عقود، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على أحوال السكان، فيما تشكل بطالة الشباب تحديا كبيرا. ومع انتهاء تونس من استحقاقها الانتخابي، ينتظر الاقتصاد دفعة قوية في يناير من عام 2023 لإنقاذه من الصعوبات الحالية من خلال إكمال المفاوضات التي استمرت طويلا مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهرا، مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة هيئة الأركان المشتركة لجميع الفروع العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وأضاف بيسكوف أن بوتين اطلع على عمل هيئة الأركان والتقدم الذي تم إحرازه خلال العملية العسكرية الخاصة، وعقد مؤتمرا واجتماعات منفصلة مع القادة. أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت 98 صاروخا على الأراضي الأوكرانية خلال 24 ساعة، استهدفت معظمها البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في البلاد. إلى ذلك أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشو وذلك عودة شبكة المترو في المدينة إلى الخدمة، فضلا عن إعادة توصيل إمدادات المياه لجميع السكان، وذلك بعد انقطاعها بالأمس، فضلا عن فقدان نحو نصف الطاقة الكهربائية المستهلكة بسبب القصف الصاروخي. تكتيكات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتجه إلى ضربات العمق الموجعة، بعدما أكدت الرئاسة الروسية مراراً أنها ستواصل قصف البنية التحتية الأوكرانية وبخاصة المساهمة بالعمليات العسكرية. أوكرانيا تعرضت لضربات روسية جديدة مكثفة، مما أدى إلى انقطاع للمياه في عاصمة كييف والتيار الكهربائي في مدن عدة في البلاد، كما أسفر القصف عن مقتل وإصابة آخرين. العاصمة كييف أكدت أن الأضرار بمنشآت الطاقة تسببت بانقطاعات في إمدادات المياه في كل أحياء العاصمة مع انقطاع للكهرباء. وفي خاركييف ثاني أكبر المدن الأوكرانية، تحدثت السلطات عن انقطاع تام للكهرباء، داعية السكان لترشيد الكهرباء والاعتماد على مولدات الطاقة البديلة، بينما لجأت خطوط السكك الحديدية الأوكرانية إلى قاطرات احتياطية لتسيير القطارات الكهربائية في مناطق خاركييف وكيفغراد ودونيتسك. الضربات الروسية المكثفة تستهدف تدمير الشبكات ومحاولات
الكهرباء، مما أغرق ملايين المدنيين في الصقيع والظلام في أوج فصل الشتاء. والإجراءات الروسية ليست غائبة عن الحلفاء الغربيين لكييف، الذين سيروا رحلات ضخمة من المساعدات تحوي مولدات للطاقة. التكتيك الروسي بحسب الخبراء ربما يكون التفافا على الصعوبات التي تعوق تقدم الجيش الروسي في شمال شرق وجنوب البلاد، خاصة في ظل الدعم الغربي السخي من المعدات والآليات العسكرية الحديثة إلى الجيش الأوكراني. قال رئيس الإدارة العسكرية في خرسون إن القوات الروسية قد فتحت النار على المنطقة 27 مرة خلال 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين على الأقل. وأضاف يانوشيفت أن القوات الروسية قصفت أراضي المنطقة بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، لافتا إلى مواصلة روسيا قصف الأحياء السكنية واستهداف مرافق البنية التحتية والمباني الخاصة. من جانبه أعلن البيت الأبيض أن حزمة مساعدات أمنية في الطريق إلى أوكرانيا، ومن المتوقع أن تشمل المزيد من قدرات الدفاع الجوي. أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، مشددا على التزام واشنطن المستمر لمساعدة أوكرانيا ومحاولتها تخفيف بعض معاناة الشعب الأوكراني. From the very beginning, Martha, we've talked about monitoring and being mindful. وقعت المفوضية الأوروبية وأوكرانيا على حزمة دعم بقيمة 100 مليون يورو لإعادة بناء وإعمار مرافق التعليم التي تضررت بسبب العمليات العسكرية الروسية، على أن يصل الدعم إلى أوكرانيا. وفي بيان صحفي ذكرت المفوضية الأوروبية أنه تم تخصيص نحو 14 مليون يورو بموجب عقد مع بنك التنمية البولندي لشراء حافلات مدرسية. وأطلقت المفوضية حملة تضامن على مستوى الاتحاد الأوروبي للتبرع بالحافلات المدرسية لأوكرانيا عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. تعتزم ألمانيا تدشين أول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال في بحر الشمال بهدف تجنب النقص والتخلي عن الشحنات الروسية التي أوقفتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. هذا ومن المقرر أن تجرى المراسم برئاسة المستشار الألماني أولف شولتز على متن السفينة، وهي المحملة بكميات من الغاز النيجيري وتكفي لاستهلاك لمدة سنة ولنحو 50,000 منزل. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة هولندية بقيمة مليار يورو لدعم مستخدمي الطاقة الصغار في سياق استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية الراهنة. وفي بيان لها ذكرت المفوضية أن هولندا أخطرت المفوضية بموجب إطار العمل المؤقت للأزمات بمخطط قيمته مليار يورو لدعم مستخدمي الطاقة الصغار في سياق العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، كما أن هذا التدبير المبلغ عنه هو جزء من مخطط أوسع يشمل 10.2 مليار يورو إضافية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة. وافق صندوق التنمية الإفريقية على منح تمويل قدره 40.95 مليون دولار لبوركينا فاسو لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي وبناء قدرات مكافحة تغير المناخ. ذكر صندوق التنمية الإفريقي أن التمويل يتكون من منحة قدرها 24.7 مليون دولار وبقرض بقيمة 12.88 مليون دولار، من أجل بناء قدرات الزراعة الذكية مناخيا وحفر أبار مياه تعمل بالطاقة الشمسية، فضلا عن دعم مرونة القطاع الزراعي في مواجهة الآثار السلبية للكوارث المناخية.
توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في زيمبابوي ليصل إلى 3.5% هذا العام مقابل 8.5% العام الماضي، والذي شهد انتعاشا بعد عامين من التراجع. جاء هذا الإعلان في ختام زيارة قام بها وفد من صندوق النقد الدولي إلى العاصمة الزيمبابوية هراري، حيث أرجع الصندوق هذا التباطؤ في النمو إلى أسباب داخلية علاوة على الصدمات الخارجية مثل ارتفاع معدلات التضخم وعدم انتظام هطول الأمطار ونقص الكهرباء والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبا على الظروف الاقتصادية والاجتماعية. Higher economic volatility. توقع معهد القياسات الصحية والتقييم ومقره الولايات المتحدة بأن رفع الصين المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في عدد الحالات ووفاة أكثر من 1,000,000 شخص خلال العام القادم. ووفقا للتوقعات فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ذروته في أول إبريل المقبل، وستصل الوفيات إلى 322 حالة وفاة. توقعات جديدة أعلن عنها معهد القياسات الصحية والتقييم بالولايات المتحدة، إذ كشف عن أن رفع الصين المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 قد يؤدي إلى انفجار في عدد الحالات ووفاة أكثر من 1,000,000 شخص خلال العام المقبل. ووفقاً للتوقعات فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ذروته في أول أبريل المقبل، وستصل الوفيات إلى 322,000. وأشار المعهد إلى أن نحو ثلث سكان الصين سيكونون قد أصيبوا بالعدوى بحلول ذلك الوقت. كانت الصين قد رفعت بعضا من أشد القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد في العالم في ديسمبر بعد احتجاجات عامة، وباتت تشهد الآن ارتفاعا في عدد الإصابات مع مخاوف من أن يصيب فيروس كورونا 1.4 مليار نسمة خلال عطلة العام القمري الجديد الشهر المقبل. المعهد الأمريكي أكد أن سياسة صفر كوفيد التي تتبعها بكين ربما تكون فعالة في السيطرة على الفيروس، لكن قابلية التحول العالية لمتحورات أوميكرون تجعل من المستحيل الاستمرار في تطبيق تلك السياسة. ويتوقع خبراء آخرون إصابة نحو 60% من سكان الصين بالفيروس في نهاية المطاف، ومن المتوقع أن تصل الإصابات إلى ذروتها في يناير المقبل، وستكون في الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وغيرهم. وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع مؤسسة نيو إيجيبت الدولية، وذلك لدعم مبادرة حياة كريمة من خلال مساهمة ودعم المصريين بالخارج للمبادرة. يهدف البروتوكول للبدء في دعم مبادرة فصول حياة كريمة المتنقلة لمحو الأمية الرقمية، بالإضافة للتسويق الرقمي لإنجازات الدولة المصرية من خلال المبادرة بعرض أفلام تسجيلية عن هذه الإنجازات في محافل تجمعات المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية. ولمزيد من التفاصيل حول بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع مؤسسة نيو إيجيبت الدولية لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يرصدها لنا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. لازالت مبادرة حياة كريمة تخطو خطواتها نحو تحقيق الإنجازات داخل قرى ومحافظات مصر، سواء بتنفيذ عدد من المشروعات أو عقد بروتوكولات تعاون مع عدد كبير من المؤسسات، حتى يتم تحقيق أكبر قدر من التعاون وتنفيذ المشروعات داخل هذه القرى. هذه البروتوكولات تجددت اليوم بعقد بروتوكول بتوقيع بروتوكول هام بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة نيو إيجيبت الدولية، التي تهدف لدعم مبادرة حياة كريمة عن طريق مساهمة ودعم المصريين بالخارج. توقيع البروتوكول تم بحضور الأستاذة آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة
الدكتورة غادة علي المدير الإقليمي لمؤسسة نيو إيجيبت الدولية في مصر والشرق الأوسط. وهذا البروتوكول يهدف إلى تنفيذ وتحقيق عدد من المشروعات الخدمية لقرى ومحافظات مصر التي يعني انضمت لمبادرة حياة كريمة. هذه المشروعات ستكون البداية بمشروع محو الأمية الرقمية داخل قرى ومحافظات مصر. سيتم يعني العمل على تطوير ومهارات يعني رجال وسيدات وشباب وأطفال هذه القرى لي يعني يستطيعون العمل على يعني أو التعامل مع التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة. أيضا هذا البروتوكول سيهدف إلى عرض إنجازات الدولة المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة من خلال الأفلام التسجيلية التي سيتم عرضها يعني في أماكن تجمعات الجاليات المصريات بالخارج. فأيضا سيتم تقديم دعم كبير من المصريين بالخارج لهذه المبادرة. أيضا تم توجيه الشكر للقيادة السياسية وللرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ورعايته لهذه المبادرة بتحقيق أكبر قدر من المشروعات وتقديم الحياة الكريمة للمواطنين في قرى ومحافظات مصر. مبادرة حياة كريمة تقوم بإرادة سياسية قوية لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره كثيرا داخل تطوير هذه القرى، بسواعد أيضا أبناء المصريين في الداخل وأيضا بسواعد أبناء المصريين في الخارج. بعد توقيع هذا البروتوكول سيكون للمصريين بالخارج بصمة كبيرة جدا لمبادرة حياة كريمة خلال الفترة المقبلة. وأيضا تم التأكيد على أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان على الإنجازات التي تحققت بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة نيو إيجيبت الدولية في قرى محافظات مصر، وتحديدا بهذا المشروع وهو محو الأمية الرقمية داخل قرى ومحافظات مصر. فبالتأكيد خطوة هامة اليوم بعقد وتوقيع هذا البروتوكول سيكون لها أثر كبير على تحقيق مزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة. هذه هي كل التفاصيل الخاصة بتوقيع هذا البروتوكول الذي تم بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة نيو إيجيبت الدولية. والآن عودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أجرت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بمرسى علم الكشف وصرف العلاج ل 102 حالة بمختلف التخصصات الطبية. وخلال أعمال القافلة التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم إجراء 19 فحصا معمليا و13 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة طنطا قافلة طبية لفحص وعلاج 1108 حالات وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك في قرية كفر العراقي بمركز طنطا بمحافظة الغربية. كما تمكنت القافلة أيضا من زراعة 50 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 1,000,000 شجرة، وكذلك محو أمية 7 مواطنين. أعدت دار الأوبرا المصرية برنامجا فنيا ثريا ومتنوعا للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية خلال شهر ديسمبر الجاري. شهدت الحفلات الموسيقية والغنائية الاستعراضية إقبالا جماهيريا كبيرا من المصريين والعرب والأجانب. تجملت دار الأوبرا المصرية بعدد من الديكورات والمظاهر الاحتفالية الخاصة لاستقبال الجمهور بمناسبة الكريسماس وأعياد الميلاد المجيد، حيث تقدم على مسارحها المختلفة مجموعة متنوعة من الفنون العالمية. وعلى المسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة أقيم ثلاثة عروض لفرقة أوبرا القاهرة بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني، وهي العروض التي لاقت استحسان الجمهور. حفلات الكريسماس من الحفلات السنوية اللي بتبقى دايما موجودة في الأوبرا، وطبعا هي بتبقى أغاني كريسمس عالمية بلغات مختلفة، في منها الكلاسيك وفي منها المودرن شوية أو البوب،
يعني بنحاول دايما يبقى في سيلكشن كبيره علشان الجمهور كله يبقى يعني يرضي جميع الاذواق. يعني احنا طبعا في الاوبرا بنستعد لحفلات الكريسماس بشكل خاص من فتره من يعني قبلها بحوالي شهر بنبتدي نحضر البروجرام اللي هيتعمل. بنحاول بننقي اجمل الاغاني اللي اتعملت في المناسبه دي في الكريسماس على في من جميع انحاء العالم. يعني الحفلات الموسيقيه والغنائيه الاستعراضيه شهدت اقبالا جماهيريا كبيرا من متذوقي الفنون الجاده المصريين والعرب والاجانب الذين يحرصون دائما على الاحتفال بهذه المناسبه في دار الاوبرا المصريه، حيث صاحب الحفلات الغنائيه تبلوهات حركيه لفرقه بالي اوبرا القاهره. بنحرص على اننا نختار اغاني خفيفه ومبهجه، اغاني عالميه بس الناس كلها حافظاها وبتحبها، وبتبقى يعني دايما كومبلي من اول ما تبتدي يعلن عنها التذاكر بتخلص وبتبقى كومبلي، فده شيء بيساعدنا وبيدينا حافز اكتر. وبنحاول نجدد كل سنه، بيبقى في افكار جديده واختيارات جديده، فاجواءها سعيده جدا الحقيقه. تاريخ دار الأوبرا المصرية سمح لها أن تكون مكتبة موسيقية عريقة بكمية كبيرة من الموسيقى العربية والغربية، حيث يساهم هذا الصرح الثقافي العظيم في تطوير الحياة الثقافية والفنية المصرية، والتي أصبحت علامة مميزة في الثقافة المصرية، وأصبحت رمزاً ليس لمصر فقط وإنما للعالم أجمع، نظرا لمكانتها في العالم العربي وباقي دول العالم. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وصلنا إلى ختام النشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. خلال اتصال هاتفي، الرئيس السيسي يعرب عن اعتزازه بما تشهده العلاقات مع الأردن من تطور مستمر، والملك عبد الله يشيد بالتنسيق الدائم مع الرئيس السيسي. رئيس الوزراء يفتتح المركز الرقمي بمصنع المحركات في حلوان، ويؤكد حرص الدولة على توفير كل ما يلزم لتوطين التصنيع المحلي. التونسيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية ويقتربون من آخر محطات خارطة الطريق. نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. تحية لكم وإلى اللقاء.